بالمعلن انه هو الامور تجري لسحب هذه القوات الامريكيه التي دائما ما كان الامريكان لا يصرحون بانها قوات قتاليه، ولكن ممارساتهم على الارض تدلل على انها ليست قوات قتاليه وانما قوات قاتله. قوات قاتله، نعم، مارست العدوان والقتل ضد العراقيين في اكثر من مناسبه، عسكريين ومدنيين ومطارات في المدن المقدسه طيله الاعوام السابقه بمبررات امريكيه اصبحت نعرف بها. اليوم هنالك قرار من الحكومه العراقيه الذي طالما كانت تتذرع امريكا بانها تحتاج او تريد طلبا حكوميا، هنالك طلب وتشخيص حكومي بانه لا حاجه لوجود القوات الامريكيه. ما جرى من اجتماعات والاعلان العراقي هو اختبار وكشف لنيات الامريكان، انه هل فعلا هم يريدون الانسحاب ام انه هذا الصمت الامريكي وعدم اعلان اي موقف هو ترسيخ لتواجد امريكي طويل يريدوه في العراق، احتلالي عسكري امني سياسي اقتصادي، وهو الذي يحقق لهم مصالحهم. ما طرحه العراق ان يبدا الانسحاب بعد تقريبا شهر واسابيع، هذا إذا كان الأمريكان بمصداقية حقيقية لكي يحترموا سيادة العراق ويحترموا العلاقة مع العراق وتكون علاقة تعاون حقيقية وليست علاقة احتلال، ستكون هذه الفترة اللي هي أعطيت تقريبا سنة فترة كافية لمن يريد أن يؤسس إلى علاقة حقيقية وصحيحة.